مرت عمو سلاطينة، ما انك متضايقة من صوتها؟ بعدين ما انك منتبهة هذه الساعة؟ هلا بيشتكوا علينا الجيران من ورا صوتها. ما بقدر بنتي، حاسة البيت كتير وصيخ، بعد ما شفت الوسخ اللي طلع من الكنباية ما عاد فيني نام منوب. وقديش حقها مرت عمو غالية؟ 10,000. بس 10,000؟ ايه. اوه، ايه والله رخيصة. لكن حبيبتي، وكمان عمل لي فيها تقسيط كتير ظريف، كل شهر بدفع بس 1,000 ليرة، والفوائد تبعها كتير قليلة ما بينحكى فيهم. كتير منيح. ايه، مش عم تعرفي الفاتورة تبعها مشان اتأكد منها. خدي. ايه ها، هلأ الواحد صار فيه يقعد وين ما كان وهو مرتاح، كل ما بتذكر الوسخ اللي طلع من الكنباية بينمل كل جسمي. الله وكيلك، بلشت تحس حالي جربانة. اف، مرت عمو شو هاد؟ خير؟ طلعي، كاتبين 20,000 ليرة هون. طلعي ليكا. لك مو معقول. ها، كاتبين الرقم هون، كيف ما انتبهتي وقت اللي وقعتي الفاتورة؟ الله يصلحك. يي، حق الخرطوم 5 وحق الفلتر كمان 5، حاسبين لك كل شغلة ب5. يا، وكمان مو 10 أصول تقسطين. وليه على هالورطة اللي ورطت حالي فيها؟ عن جد ورطة. أنا قلت لك هدول نصابين، بس ما رديتي علي. تفضلي خدي. شو أعمل بحالي هلأ؟ والله إذا دري عمك بده يطلقني، رح يطلقني. شو أعمل؟ وما معي أدفع كل هالمصاري، منين بدي جيبهم هلأ؟ قلتك إذا حكيت للؤي رح يعطيني. معقولة أنتي؟ المسكين لساته متضايق من المشكلة اللي صارت معك بمحل التياب، وهلأ إذا دري رح ينزلت. حرام اللي عم تعمليه فيه مرت عمي. منين بدي جيب كل هالمصاري؟ تعي مرت عمو، تعي عادي جنبي هون. أنا قلبي طيب، كتير قلبي طيب، وما فيني شوفك هيك. خلص أنا رح ساعدك. أنا كنت ضابة شوية مصاري على جناب، قلت بجوز اعتازن بشي قصة. خلص رح اسحبه من البنك وأعطيك إياهم، وخلي الموضوع بيني وبينك وبس. سيزي، إيه بنتي، والله ما كنت عارفانة إنه قلبك طيب وبتحبيني كل هالقد. لا هي مرت عمو، الله يسامحك، انتي لسه ما بتعرفيني وما بتعرفي قديش بحبه لجوزي، وانتي أمه معقول ما وقف معك وساعدك بهيك مشكلة؟ بعدين أنا كتير كنت عم حاول أقرب منك وخليكي تثقي فيني، أعطيني هالفرصة يعني. معك حق بنتي، معك حق، أنا ظلمتك كتير. بعدين إذا طالعتيني من هاي المشكلة وحياتك رح شيلك عكفوف الراحة. كيف لكان؟ مساء الخير. مساء النور يا حبيب قلبي. أهلين مساء النور. شو حبيبي جوعان؟ أكلت بالمكتب. خير، شو عم تسوي؟ زيزي الله يعطيها العافية شافتني عم بشتغل وما تركتني لحالي. شو هالحكي مرت عمو؟ معقول شوفك عم تشتغلي شغلة وما ساعدك؟ بعدين انتي كمان عم تتعبي معنا طول النهار وما عم تقصري بنوم. لك يي يي، لك تقبشي قلبي، انتي شو مرضية وقلبك طيب. خير ان شاء الله امي، هي اول مره بشوفك انت وكنتك هيك. لا ابني، هي مانك انت، هي اعز من بناتي. انا اي مساوي لك كاسه شاي حبيبي، مرت عمو كمان بتحب الشاي. يبدو انت وزيزي بلشتوا تتعودوا على بعض. تعرفي امي، انا هلا كتير ارتحت. ابني بتعرف، يعني انا حاسه حالي اني كتير ظلمت لمرتك. مرتك قلبها طيب وحنونك، بتحبني، ست فهمانة وبنت أصول وبتحبك كتير، الله يرضى عليها. عن جد ابني، مرتك هاي بتسوى تقلى ذهب، وقليل ما تلاقي مرة مثلها. شفتي؟ خلي لي ياكي. صباح الخير. صباح النور. شو لؤي لساته نايم لهلأ؟ رح يتأخر على الشغل. لا مرت عمو، لؤي ما رح يفيق هلأ، بده ينزل على الشغل بعد شي ساعتين، هو قال لي. معناها بدنا نفطر لحالنا اليوم، مو هيك؟ ما رح افطر مرت عمو، عندي نادي اليوم. نادي شو بنتي؟ لا تقليلي بدك تطلعي رياضة هيك. سوري منك مرت عمو،
بس أنا هيك بلبس بالعادة، وحتى إذا طلعت أي مشوار ما بطلع غير وأنا مزبطة حالي على الآخير. وبعدين سجلت بالنادي ورح أنزل عليك اليومين، المدرب سامي هو اللي رح يدربنا، رفقاتي كلهم مسجلين بهذا النادي واليوم أول يوم. بدل الرياضة والعلاج الفاضي عدي واشتغلي ببيتك، هي أحسن رياضة. شكلك نسيتي المكنسة اللي شريتيها هي اللي رح تنظف البيت مرت عمه. آه، وبعد النادي رح أمرق لعند ياسمين وأشرب عندها فنجان قهوة، بجوز أتأخر. يلا باي. استني استني، أنا كمان جاية معك، شوفي جسمي كيف صاير. لا هيك ما رح نتفاهم، نسيتي شو حكينا مبارح المساء وشو اتفقنا؟ بزعل منك مرت عمه، وشو مشان الاتفاق تبعنا؟ مو على أساس بدي أسحب رصيدي من البنك وأدفع الأقساط وأنتي كمان بدك تبطلي تلحقيني كل ما طلعت من البيت؟ مو معقول مرت عمه عم تتدخلي بلبسي وبطلعتي وفوتي وبشعري، والله حاسة حالي رح أختنق. معك حق بنتي، خلص يلا خدي راحتك. وهلأ فهمتيني هيك تمام، يلا باي. آسف لأنه خليتك تنطريني. فراس شو عم تساوي هون؟ مو خايف حدا يشوفنا؟ بس ما في حدا غيرنا هون، لا تخافي حبيبتي. زيزي لؤي. زيزي لك يا زيزي، قومي زيزي. لؤي بشو كنتي عم تحلمي وتحكي هيك؟ ليش كنت عم بحكي؟ ايه بس ما فهمت عليك شو عم تحكي. بجوز اتضايقتي من الاكل اللي ساوته امي، وانا كمان اتضايقت من الاكل وضليت عم كوبس طول الليل. معك حق. خلص خلص شيري، بلا ما تقومي نامي وارتاحي وفيقي على مهلك، بشوفك المساء. اوكي حياتي. لؤي. يا روح لؤي. زبط قميصك مانو مزرر منيح. ما عم يشتغل. لك شو صار لك انت؟ ألو فراس، بسرعة قلي شو أعمل، الكمبيوتر اللي عندي ما عم يشتغل بنوب. لا ما كبس شي بس شكله انتزع. فراس شو يعني فراس؟ قصدك انه في ميكروبات فاتت بقلبه؟ مو معقول، كل يوم عم بمسحه وبنطفه، كيف فاتوا؟ مو معقول. فهمت، بعرف، سمعانه هيك شي. شو لازم اعمل لحتى ينضف يعني؟ طيب خليك معي على الخط وفهمني كيف راح اقتل هاي الميكروبات لانه بطل يشتغل. ايه فراس انا معك. شو يعني ما بتقدر؟ يعني ضروري تجي لعندي على البيت؟ نوي مستحيل، نحن اتفقنا انه ما عاد فوتك على البيت اصلا. ما انا طول الليل وانا شايفتك وعم كوبس فيك. لا ما فيني احكي لك. خزيت العين ما بيخلصوا مكالماتك؟ مو انت اللي عم تتعبي، المسكين ابني اللي عم يشقى طول النهار ويتعب. كنت عم احكي مع الصيانه مشان يجي يصلحوا لي الكمبيوتر لانه انتزع. ايه الحمد لله اللي انتزع، ان شاء الله يضل عطول منزوع مشان تقومي عن هالكرسي. وديري بالك عبيتك وجوزك، اليوم بدي احكي له للؤي مشان ما يصلحه. بعدين شو بدك بالانترنت؟ انت مرة متجوزة وهالشي ما بناسبه. المرة اللي بتحترم حالها ما بتفوت هيك قصص عبيتها. ها انتزع بالمرة وما عاد تشتغل الشاشة كمان. الحمد لله اللي خلصنا منه. بليز مرت عمو لا تحكي هيك بليز، والله كنت عم تسلى فيه كتير.
وقت اللي بضل لحالي بالبيت ما عندي شيء اتسلى فيه غيره. اتسلي بشغل البيت، مو احسن ما تتمسمري قدامه؟ هالشب صار له ساعة واقف بالحارة وعم يتطلع على بيتنا. ألو شبهات، ليكو ليكو اتطلعي. لا مرت عموم، ما بظن في شي، بجوز انت هيك عم تتخيلي. ليش لا اتخيل؟ شو شايفتيني مجنونة؟ طلعي كيف عم يراقب البيت. يي خايفة يكون شي حرامي، لأنه بالأول بيطلعوا بيراقبوا البيت وبعدين بيسرقوه. والله هي كل شي ممكن يصير. كأنه في برد مرت عمو، رايحة ألبس شي شغلة وارجع. ألو؟ شو قصتك فراس جنيت يعني؟ ليش هيك عم تتمشى قدام البيت؟ فضحتني. بس أنا كنت مارق من هون بالصدفة. تصلح الكمبيوتر؟ لا والله ما عاد اشتغل أبدا، حتى الشاشة ما عاد اشتغلت بنوم. بليز فراس روح من هون فورا، وحاش تطلع على البيت طول الوقت. حماتي بلشت تقول عنك حرامي. طيب لا تخافي هلأ رايح، بس إذا في مجال فيني إجي صلح لك الكمبيوتر؟ كلها شغلة نص ساعة، يعني نص ساعة مو أكثر من هيك. كيف رح فوتك على البيت يعني؟ أنا كمان حبيت صلحه لأني بمل بلا، في برنامج على النت للرجيم كنت بدي أشوفه اليوم. يعني أنت متأكد أنه بنص ساعة بيرجع يشتغل؟ زيزي لك تعي شكله عم يحكي مع رفقاته وعم يوصف لهم البيت. زيزي انت مع مين كنتي عم تحكي؟ كان عندي موعد مع الكوافير اليوم، اتصلت مشان الغي الموعد تبعي. شايفة؟ المرأة كانت عم بتخون جوزها وفي واحد صورها، وهلأ بلشوا يهددوها لتتفعلن. الله يجيرنا من هيك ناس. تعي تعي تفرجي وشوفي شو عم يصير. ما بدي مرت عمو، كتير ضايق خلقي. لأمتى بدك تضلي قاعدة قدامه مثل المراهقين؟ خلاص بنتي انتزع وما عاد يتصلح. والله كان كتير عم يسليني. يا ربي شو بدي ساوي هلأ؟ كان في وصفات أكل بتجنن. تعي أنا بعلمك شو ما بدك. صحيح اليوم المساء أنا رايحة عبيت أم مسعود، تعي معي مشان تتسلي. ما بقدر أنا ولو أي معزومين اليوم على العشاء. يعني اليوم رح يفضل بيت. ألو فراس، أنا بتذكر أنك قلت لي أنه فيك تزبط الكمبيوتر بنص ساعة، فيك تيجي اليوم المساء مشان تزبط لي؟ حماتي رايحة لعند قرايبتها ولأي ما حيكون بالبيت. ها؟ عالتسعة بتكون مزروعة عندي هون، وأصحى بتتأخر لأنه ما عاد فيني أتحمل أكثر. أوكي ناطرتك، يلا باي باي. حياتي ليش ما جهزتي حالك لهلا؟ يلا يلا رح نتأخر كتير هيك. يلا حبيبي. بيكني رح أقوم. أنا كتير تعبانة ومو قدرانة أتحرك بنوم.
شبكي شيري؟ من شو موجوعة كل هالقد؟ كتير ممغوصة، بيجوز كون أخذة برد مغص مو طبيعي، حاسة حالي رح موت من الوجع. طيب رح روح جيب لك حبة مسكن بيبي. لا، صرت أخذة حبتين بروفين وما مشي الحال. يا الله شو كنت حابة روح معك اليوم، بس مدري شو صاير لي، حاسة حالي رح موت من الوجع. أي. طيب شو بدنا نساوي؟ مو حلو اتصل فيهم هلا واعتذر عن روحه، اصلا ضروري شوفهم اليوم. خلص ابني فيك تروح لحالك، ايش هالقصه؟ روح انت وقل لهم انه مرتك كانت تعبانه. طيب فيك تضلي معها انت مشان تديري بالك عليها لارجع يعني. لا حبيبي خليها تروح، مرت عمو اتصلت بخالي ام سعود مشان تروح لعندها، اصلا انا هلا بدي نام. Impossible darling. ماما فيك تضلي معها؟ يا ريت يا ابني بقدر، بس المسكينة عزمتني على العشاء وما حلوة ما روح. خلص بقعد عندها شي ساعة وبعدين برجع على البيت. بنتي معلش لا تتضايقي مني. شو هالحكي، خلص روحي انتي ولا تاكلي همي، انا هلا رح نام. اوكي شيري، وانا كمان رح حاول ما طول عليكي. يلا حياتي قومي ارتاحي. يلا. يا ربي امل. حاولي تنامي شوي. ايه خلص حبيبي اطمن، ديري بالك على حالك. ها الله معكم. يلا دير بالك على حالك ابني. تعرفي امي زيزي كانت كتير تعبانة، ما كان لازم نتركها ونطلع وهي بهيك وضع. وأنا كمان قلقان عليها، خلص شغل الساعة زمان وبرجع على البيت. وكيف بدك ترجعي لحالك بهيك وقت متأخر؟ خلص حبيبي رح خلي مسعود يوصلني على البيت، روح أنت ولا تاكل همي. تقبر قلبي إن شاء الله. طمن ابني أنا رح أدير بالي عليك وعبيتك كمان، روح وخليك مطمن. بخلي لي إياكي ماما. دير بالك على حالك خاطرك. يلا فوت. حدا شافك انت جاي؟ لا 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 ابدا ما حدا شافني. كتير منيح، خليك لابسه ما تشلح من رجلك. يلا بسرعة شوفوا ليش بطل يشتغل. شو كتير تعبان؟ من الفيروس. بده فرمته من اول وجديد. لا تحكي لي هيك امور، قلي قديش بدك وقت لتخلص. بدي ساعة. بدك ساعة؟ لوقتها بتكون رجعت حماتي وشافتك عندي. والله رح حاول خلص لك اياها بسرعة، بدي يعني حوالي 40 دقيقة. لا ما فيني اتحمل كل هالوقت، رح يوقف قلبي لبين ما تخلص. لك تضرب الساعة اللي قلت له فيها يجيب لي هالكمبيوتر المرضان على البيت. رح خلي له اي يجيب لي حدا. طيب خليني انا اخذ معي الهارد على البيت مشان تحس علي حماتي وتطلقني من جوزي. لك تفو يا عيب الشوم عليكي، لك قد ما بتخجلي من حالك. خلي جوزك يشوفك شو عم تساوي من ورا. والله لا خلي له اي يلحشك على الشارع يا فلتاني. كنت عرفانه انه رح يجي لعندك، بس وحياتك ما رح تعرفك اياها. احنا ما عملنا شيء غلط، بس تعطيني الموبايل شوي. شيل ايدك، انا رايحه لعند ابني مشان فرشي شو عم تساوي من ورا. خليه يعرف شو عم تساوي. والله انت فهماني الموضوع كثير غلط. خلصنا، شفتكم بعيوني وبدك تكذب كمان. بس يجي له عيد تحكي له. بس خليني فهمك شو صاير. والله يذبحكم مدام زيزي. ولي يخرب بيتي. هدي حالك شوي مدام. لا تقرب علي. انا رح احكي مع جوزك وفهمه كل شيء. تدري هلا والله لا يقتلنا نحن الاثنين. الله لا يوفقك يا حماتي. لك روح من وجهي. انت ما عاد بدي اشوفك.
مرت عمو شو صار؟ قولي وينك مرت عمو؟ مدام زيزي لا لا مرت عمو شو صار لك؟ وينك مرت عمو؟ ردي علي يا ربي يا ربي دخيلة قولي مرت عمو هي انت ماتت امي ماتت. ان شاء الله يا ربي معقول تكون ماتت روح من هون لك روح من هون وترك هيك روح لك روح قبل ما يشوفك حدا روح من هون مرت عمو مرت عمو ردي علي ان شاء الله ترد علي مرت عمو ليش هيك عملتي فيني وبحالك ليش هيك عملتي فيني مرت عمو ان شاء الله تردي علي ردي مرت عمو شو صاير معه الاسعاف الله يوفقك اتصل بالاسعاف مرت عمو اخ يا ربي ليش تأخر الإسعاف كل هالقد؟ الله يعين المسكين يا جماعة لازم نعمل تحملي مرت عمو هلا بتروح الله يقدر يا جماعة الإسعاف تأخر ما بيصير نتركها أكثر من هيك والله يا ربي دخيلك شو القصة من مين؟ يا الله خالي سنية وربتها السيارة خليكي أنت مع زيزي أنا رح أتصل ببهجة ليجي يا عزيزي امسك موبايلي بالبيت صلي لحقوها للمحل عزيزي في الديرة كيف صارت؟ إن شاء الله رجعت لوعية؟ لا 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 ما صحيت عمر مش الله تحكي لي قول إمتى بدك تفيق؟ إمتى رح تقدر تحكي وتقول؟ زيزي بصراحة وضعها هلا ما كتير منيح ورح يساووا له عملية؟ العملية بسيطة بس وضعها أصعب من هيك لأنه الدكتور عم بيقول انه هي بغيبوبة شو يعني؟ يعني بجوز ما تفيق لانه وضعها كتير خطر اتصلت بأمالي مشان تروح لعند الولاد؟ اتصلت فيها من شوي قالنا لها عم تبكي وما عم تسكت يا الله عم تبكي يجوز تكون جوعانة كنت عم حضر لها الببروني وما لحق الطعمية وما رح تسكت هلأ رح حضر لها عم تبكي رجع على البيت وطعمية انت طيب وهلأ بس يوصل له اي انا كمان رح ارجع على البيت معلش حبيبتي خلص انت روحي لعند ولادك خدي جوزك وروحوا على البيت لانه اكيد هلا رح يجي لؤي شو عم تحكي زيزي معقول اتركك لحالك بالمستشفى الولاد ما حيصير عليهم شي لا تاكلي لهم ونخلص مع ليونيك وبعدين عمر رح يروح على البيت امي وينها وينها امي اه حبيبي يا عمري ما رح يخلونا نفوت لعندها كيف ما رح يخلونا نفوت لعندها بدي فوت وشوف امي طول بالك لؤي امك بالعناية وممنوع يفوت حدا لعندها بالعناية المشددة وضع خطر يعني عم يقولوا انه فاتت بغيبوبة شو؟ زيزي فهميني شو اللي صار؟ احكي لك شي شغلة كنت قاعدة وفجأة سمعت صوت وطلعت لبرا مشان شوف مين وفجأة لقيت مرت عمو ملقحة على الأرض وكانت عم تنزف كنت فكرت راحت لعند بيت خالي مسعود يا حبيبتي يا أمي هي رجعت بكير كرمالك لأنه كنتي تعبانة لما طلعت وشفتها هيك بنص الطريق عم تنزف مدري شو صار لي حسيت قلبي رح يوقف بعرف حبيبي يا ربي بعرف حبيبي
من كم يوم قالت لي زيزي مو بس كنتي، زيزي بنتي. أمي أمي، رح أعمل أي شي بس كرمال ترجعي مثل الأول، أي شي، المهم تضلي قوية وما تضعفي أبدا. كرمالي يا أمي، كرمالي لا تتركيني. خلص حياتي، اخواتك لساتهم بروسيا واتصلت فيهم كتير وما عم يردوا. ماشي. خلص حبيبي، حاجة تبكي، لازم تكون اقوى من هيك، ما بيصير تضل عم تبكي. خلاص لك، لما بشوفها هيك مو قادرة هي تتحرك، عم حس انه قلبي عم يتقطع من جوا. يا ريت هالحادث صار معي انا مو معه. بعيد الشر عنك روحي، لا تحكي هيك لؤي. تعرف الدكاترة على طول بيقولوا انه المرضى بالكوما بيسمعوا كل شي عم نحكي، وهلا اذا كانت عن جد قدرانة تسمع شو حكيت هلا بدها تتعب صحتها اكتر. خلص بكفي، معك حق. بعرف انك تعبان ومالك نايم مثل العادة. حياتي لازم تكون قوي، نحن بحاجتك هلا، ما بيصير تعمل بحالك هيك. إذا بدك حبيبي روح أنت على البيت، نام وارتاح منيح، وأنا رح ضل عند هون ودير بالي عليها. مستحيل أتركها، بدي إياها لما تفيق تشوفني قاعد عندها، بدي أشوفها وهي عم تحكي وتفتح عيونها. إيه خلاص، لكن هلا قوم أنت على الكافتيريا وكل شي شغلة بليز. حياتي والله خايفة يصير لك شي كمان أنت التاني. يلا حبيبي. طيب جيب لك شي معي حياتي؟ لا يا عمري، ياسمين جابت لي معها شوية برك لما اجت، بس جيب لي كاسة شاي إذا فيك. ماشي. خلينا نريح شوي وبعدين بنرجع بنحط لنا اياه. طيب. نتمنى لها الشفاء ونتمنى لأبنائها الصبر والسلوان في مصابهم. شايفة قرايبينك اللي كنتي عم تدافعي عنهم؟ انتي بكل مناسبة بتصير ما كنتي تقصري معهم، بس هن ما عذبوا حالهم ليجوا لعندك على المشفى، بعتوا لك بقى توردوا عليها كم كلمة. ما شاء الله. اوكي خلصي شغلك انتي وانا رح استناكي برا. اذا بدك فيكي تمسحي لها وشها وايديها، هيك شغلات بتريحها كتير. ما بقدر اقرب عليها. خلص حبيبتي بليز نطفيها انتي، وبنعطيكي قد ما بدك، ما عندنا مشكلة. تفضلي حبيبتي. ليش تأخرت كل هالقد حبيبي؟ والله اني شف حلقي. يسلموا، عذبتك. لما قال لي انه ابنها للست ايمان والله ما عرفته بنوب. لك مو على اساس قلت لي انه ولد صغير؟ ايه لساته صغير له. اي شوفوا شو صغير، لساته عم يدرس. ايه مزبوط عم بدرس. جيت لهون مشان زور ابوه لرفيقي لانه اجته نوبه قلبيه يعني. ولما طلعت من الاوضه التقينا انا والاستاذ لؤي، وحبيت انه اطمن على الوالده. معفاية ان شاء الله. الله يعافيك يا رب. والله هيك شباب قليل تلاقي منهم بهالايام. هالجيل الطالع مو فارقه معه شيء، والله والنعم منك، يا هيك التربايه يا بلا. العفو استاذ. انا ما بدي ازعجكم اكثر من هيك. يلا ان شاء الله تقوم بالسلامه. بالاذن منك استاذ. فراس.
لا تقول كلمة أستاذ، ها؟ اعتبرني مثل أخوك الكبير. وشو ما لزمك بتجي لعندي وبتخبرني وأصحك تخجل مني، ها؟ من اليوم ورايح نحن صرنا رفقات. يلا بالإذن منكم. أنا بدي شوف الممرضة شوي. إذا بدك خلينا نطلع سوا وبدلك وين الأسانسور، لأنه الواحد بضيع بالغرفة. طيب حياتي روحي. تعا إمتى ما بدك، ماشي؟ ماشي أستاذ لؤي. يا أمي يا حبيبتي، بس لو تفيقي وتحكي لي شو صار. كيف بتتجرأ وبتجي لهون؟ أنا كنت قلقان وخايف عليكي وحبيت اطمن واعرف شو خصك فيها؟ احكي شو خصك؟ كيف ما خصني؟ نحن السبب اللي صار. لو ما شافتنا، يعني لو ما شافتنا سوا ما كان صار معها حادث. نحن ما دخلنا بالموضوع، ماشي؟ الحق على هداك المجرم اللي ضربه وهرب فورا. طيب ما نك حاسة بالذنب لأنه هيك صار؟ وليش لحس؟ فهمني ليش؟ نحن ما عملنا شي غلط مبارح. عم تسمع؟ هي اللي بلشت تتوهم شغلات ما لها أساس، والحق عليها. انسى هاي القصة واصحك ترجع لهون مرة تانية. اصحك يلا بدي روح، ما فيني اتأخر على أي أكتر من هيك. ولا تنسى شو حكيت، ماشي؟ طيب. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.